ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. بشكر كل الناس على الكومنتات الحلوه دي، ولو انت اول مره تشوف فيديو لينا اشترك في القناه وفعل زر الجرس ولايكات كتير وكومنتات اكتر عشان يوصل لك كل جديد. النهارده لو خيروك نزلناكم على المنتدى اسالونا، لو خيروك انتوا كتير منكم سالونا لو خيروك، والنهارده هنعمله لو خيروك في الشارع. يلا بينا. يلا بينا. اسالي انت الاول. انا اسال الاول. ماشي. تضرب مكه بالقلم ولا تتصل باحمد وتقول له مش عايز اعرفك تاني؟ ايه؟ اطلع اجيب لك مكه ولا تتصل باخوك؟ ايه؟ ايه ده حضرتك؟ يلا. اتصل باحمد. يلا. ما يقدرش يضرب بيتي. احمد؟ اه. احمد مش هيسيبني. شوف احمد هيقول لي يا جماعه. هيزعل مني، خلي بالك. مش دعوه، اجيب لك بيتي. مش هيرد ولا ايه؟ هتطلع تجيب مكة؟ استنى استنى، مش عايز يرد. ده كمل، خليه مع تليفون ناتا كده. يا ابو حميد، انا مش عايز اعرفك تاني، خلي بالك. ايه اللي حصل كده؟ انت مضايقني ومزعلني، خلي بالك. طب احكي لي. ما يا عم ما اتصلش بيا تاني، ينفع؟ بس انا اقول لك حاجه. قول يا عم، عايز تقول ايه؟ ايه اللي حصل بس يا عم؟ انت مش عايز اعرفك تاني يا عم، ما تضايقنيش يا عم. يا عم سلام يا عم. انت مش هيسيب. عشان اسالك بقى. هو خلاص. لو خيروكي تغرقي محمد بالميه ولا تمسكي الجزمه وتتكلمي فيها وتحبي فيها؟ انا خايفه لو غرقت يضربني دلوقتي. شاسيلك والله. انا الجزمه اللي لعيها. بس انا مش هموت، مش هنسى. كنت اعمل ايه بقى؟ تحبي فيها بقى؟ ايه يا روحي؟ يا ربو يا ريحه وحشه. ايه يا عمري؟ ايه يا حبيبتي؟ وحشتيني. ليه مش بتسالي عليا ليه؟ بتسالي عليا ليه؟ انا زعلانه منك جامد. البنت اتهبلت والله يا جماعه. سؤال تاني. انا تزعق لمكه جامد ولا تضرب ندى؟ اضربك. اضربك ايه؟ عادي ولا بالقلم ولا ايه؟ اللي انت عاوزه. انت بتقف انتباه. اقف انتباه. طب بالراحه. جوني حبيبي، يلا خليك. اقف بالراحه. ماشي؟ ماشي يلا. غمض عينك؟ لا نزل لك تحت. لا نزل. ضربتها بالقلم اهو. انا قلت هيضرب بنت عشان ما هونش عليه. لو خيروه يصوتي بصوت عالي وتقولي انا مجنونه ولا ترمي بيضه من البلكونه على ناس؟ اصوت عالي؟ صوتي انا مجنونه. مش عالي قوي يعني. انا مجنونه، انا مجنونه. والله يا مجنونه فعلا. لو خيروك ترقص في الشارع ولا تاكل ليمونه بقشرها؟ الليمونه انا ما بحبش الليمونه. ارقص في الشارع. يلا عيش. شغلت اغنيه برنس مصر. برنس مصر ضد الكسر. كسر كسر. برنس مصر على طول موجود. برنس مصر ملوش حدود. برنس مصر مكمل عشانكم. انا كنت عاوزاه يعمل ايه؟ برنس مصر الناس عايزاه. راس طول. انا بكره الليمونه يا جماعه. ندى بتمسك الليمونه كده تاكلها مره واحده على بعض. مش عارف بتاكلها ازاي. وفاروز بنت احمد كاتشب، ازازه الكاتشب بتشربها كده. اقسم بالله والله ما بهزر، ما اعرفش بتشربها ازاي. لو خيروكي محمد يقول لاي بنت انا بحبك ولا تقعدي مربعه في الشارع؟ لا اقعد مربعه في الشارع. انا اصلا ما بتعرفش تربع يا جماعه. لو خيروك تاكل بصلايه ولا تشتري لندى اي حاجه هي عاوزاها؟ لا هشتري لك اي حاجه انت عايزاها. طب ايه دلوقتي ولا لا؟ الفيديو الجاي ماشي، هعمل لك فيديو كامل اللي انت عايزاه. خلاص ماشي. الحمد لله. كنت عايزه اجيب لك بصلايه. ماشي. تتصلي بماكدونالدز وتقولي له انا عايزه بيتزا ولا تاكلي معلقتين شطه؟ لا اتصل بماكدونالدز. هات تليفونك عشان عايشه.
اتصل ماكدونالدز. عارف الرقم؟ 19 كام؟ انت مش مسجله؟ مش لا انا مسجله عندي. طبعا اكتر واحده بتاكل ماكدونالدز في مصر. ندى ندى بتحب ماكدونالدز جدا. ده كده هيعرف ان انا بتصل بيه كل مره عكسه. هحمو هيحطني على الرفض كده يا ابني. اطلب بيتزا تسكريم كات الطلبات اضغط الرقم 1 بس مساء النور على نفس الرقم ممكن اطلب بيتزا انا كنت عاوزه بيتزا يا خساره لا ده وجبة الفطار بس ماشي شكرا زعب فوري سليم يا رب يكون سؤال سهل تعالي يا أمنية أمنية قوة جدعانة ايه خيروك تكلم واحدة وتقول لها أنا عايزك عايزة اتجوزك ولا ايه مش فاهمة مشكلة أمنية قوة يا جدعان شكرا كنت أمنية قوة ولا تدي ندى 5000 جنيه وتقول لها اشتري اللي انت عايزاه اقول لواحده بحبك وعايزه اتجوزك بحبك وعايزه اتجوزك يا امنيه اتجوزيني انت عايزه اديني 5000 جنيه والله العظيم امنيه انا مدخلها صدفه كده وهي سالت السؤال والله ما جاتش في بالي والله والف بيها كمان انت عايزه 5000 جنيه انت جيتيني نجده يا امنيه ولو خيروكي تغني في الشارع ولا تتصلي بآية وتقولي انا حامل اتصل بآية ولا انا حامل يا بنت تغني في الشارع احسن اغني في الشارع لا صوتي وحش صوتي غني غني ظلموني الناس قولي انا في التحدي قولي انا في التحدي محدش قدي انا في التحدي محدش قدي انا في التحدي محدش قدي تنام في الشارع ولا تضرب ندى بالقلم؟ انا ضربت يامي. تضربت بالقلم؟ اه. اضربك قلم تاني؟ صح. مرونا حاجة؟ هو مش قلم واحد بس يا جماعة. قلم ايه؟ ينفع كده؟ التحدي ده بخسارة ليا. ماشي. ايه تاني يا ندى؟ ايه تاني يا ندى؟ تقولي انا لو خيروك تقولي انا عملت حمام على نفسي لأي حد في الشارع ولا تمشي حافية؟ اي حد في الشارع امنيه امنيه لا استنى امنيه انا لسه هجيب حاجه مش تعالي يا امنيه لا مش هتعمل عليكي حمام يا امنيه امنيه انا عملت حمام على نفسي يا امنيه مش عارفه اعمل ايه خبيني يا امنيه والله العظيم انت طلعتي معايا ايه كانت هتاخد مني 5000 جنيه اي خدمه هديكي 500 ماشي مليون مني محمد توقف اي عربيه معديه وتقول لها انت فاضي يعني اركب ولا لا وترد عليها وتقول لها انا كمان فاضي ولا تجيب لعبه وتتصل تتصل بمحمود وتقول له مش عايزه امثل معاك تاني بصوا يا جماعه محمود هو اللي بيصورنا دلوقتي هدى مش همثل معاك تاني عايزه توصل ايه والله مش بيصورك اصلا لا بجد مش بيصور معاك تاني خلاص كان جد بجد مش بيصور معاك تاني يا عم بتهزر بقى بطلت تاني صار بقى مش صار معاك تاني عارف في ايه طب مش صورك بس لا خلاص انت عايزين الضرب ولا ايه لو خيروك تقولي لمحمد انا مش بحبك ولا تضربي نفسك في الشارع بالقلم انت النهارده كله جاي عليك بالقلم ليه كده مش بحبك تعال محمد ايه انا محمد سامحني انا مش بحبك يا محمد سامحني يا محمد للدرجه دي يا محمد ضربت يا ماما ضربي نفسك طيب لا مش بحبك خلاص يا محمد متأثرش انا بعد الفيديو ده مش سايبك ده انا اتضربت ياما يا محمد افكر في السؤال برنس مصر ده غني معايا امنيه برنس مصر ده الكسر 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 برنس مصر على طول موجود محمد برنس مصر ملوش حدود تعطي ندى 10 جنيه ولا تعمل فيديو تقول
نعم لكل حاجة يوفي. 10 جنيه؟ 10 جنيه يا حبيبي. اعمل فيديو نعم بيوم كامل 10 جنيه يا حبيبي. ده ربنا بيحبني ال 10 جنيه معايا في جيبي. مش هطلب منك حاجه يا محمد. ها حوده؟ مش هطلب منك حاجه، انا قلت معوش فكره. ده كاس كاس. مليون دولار ولا مكه؟ لو خيروه. مليون دولار ولا مكه؟ بنتي حبيبتي ولا بكنوز. انت عارفه مليون دولار يعني كام؟ مش عاوزه حاجه بنتي حبيبتي بكنوز. 16 مليون جنيه. مش عاوزه حاجه. بنتي حبيبتي بتمشي الدنيا كلها. جدع انا. لو انا كنت اخترت المليون دولار طبعا. بص تتصل باحمد او بحوده وتقول له انا تعبان ولا تمشي في الشارع حاجه. لا اتصل باحمد. احمد اصلا هيتصل بيا. احمد يقول لك تاني ما تكلمنيش تاني. هيقول له حماية هو؟ انا تعبان مش قادر يا احمد، تعالى وديني للدكتور. احمد ايه يا احمد؟ ايه يا باشا؟ بقول لك انا تعبان قوي يا احمد مش قادر امشي. احمد انا في الشارع، انا في الشارع وحيت امك. تعالى يا احمد امسكني يا احمد. يا ابني عمال ارن عليك. تعالى خدني والنبي يا احمد. يعني انت ما عملتش حساب الزيوب ده وحياتي والنبي يا احمد. تعالى يا احمد انا مش قادر اقف، انا دايخ يا احمد في الشارع. اقول لك حاجه، يعني انت لسه قافل معايا وقلت ما تكلمنيش تاني تمام؟ وانا عشان واقف في مكان في دماغي مشغوله مع الناس فانا رديت عليك. انا كنت ناوي اقسم بالله ما ارد عليك. طب انا تعبان تعبان يا عم. كلم الحقني يا احمد بسرعه يا عم. تصدق وتامن بينا ولو قعدت في الشارع ما انا جاي لك. طب سلام يا حبيبي. سلام سلام يا حبيبي. ده فوق طيارتك يا فوق دلوقتي. ها اخو باعه ده احمد جند. اخو باعه. اخر سؤال معانا. ايه بقى هو السؤال؟ تكنيس الشارع ولا تطلبي من محمود 100 جنيه؟ حد عايز 100 جنيه. نسي الشارع. انت واقف مع اخوك. اطلع جيب المكنسه بسرعه يلا. ماشي يا حب. تعبت. عايز مكنسه. ندى اتبهدلت يا جماعه. النهارده لو خيروك جايه كل الاسئله جايه على ندى. ضربتها بالقلم وهتكنس الشارع. معلش بس البيت ده كنت دافع 5000 جنيه. الحمد لله انا اكسب بالله. انت جيتي لي صدفه. وانت كنت عارف بقى. والله العظيم ابدا انت جيتي لي صدفه والله. جيبها والنبي يا حوده جيبها. ظلموني الناس ظلموني. بص انا الحته دي اسكنها. يلا. واحد. ايوه ايوه. يا بنت بتطيب على عربيتي. يا بنت يا بنت ندى. لا. ندى بعيد عن العربية. ندى بعيد عن العربية. ندى ولا تنسي العربية؟ لا اتنسي الشارع كله من اوله لاخره. ده ممكن اتنسي كل المعمورة كلها. طب يلا عربية حودة دي بالنسبالي عربية حودة. طب يلا خلاص كده. خلاص يا حمو خلاص. خلاص كده. مش العربية يا بنتي. يا رب الفيديو يكون عجبكم واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس وكومنتات كتير ولايكات اكتر. وصلوا الفيديو ده ل 20000 لايك وتابعونا على الانستغرام في صندوق الوصف وقناه ام مكه في البيت في صندوق الوصف. وامنيه القوه يا جماعه عملت قناه جديده يا جماعه اسمها امنيه القوه. يلا بينا. يلا باي.